الوقت الحالي احنا لقينا هذا البيت الغريب. اوكي، بيت جدا 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 غريب. عمي هذا يخوف، نسكر الباب. انت اللي كان باك هير، تعال. اشياء تنشرب، نقدر نشربهم. هلا. مقطع جديد، واليوم باذن الله راح يكون عندنا مقطع اخر من لعبه السفر الطويل. وشكرا لكم يا جماعه على الدعم في الحلقات الماضيه، دعم جدا رهيب، ايضا تعليقاتكم اللي تحاولون تساعدوني في اللعبه. شكرا لكم على كل تعليقاتكم ومساعداتكم بالنسبه لي. كالعاده يا جماعه، نبي هذا المقطع تفجير لايكات عشان ان شاء الله نكمل مع بعض في اللعبه، فابي حماس كبير منكم. اللي ما ضغط زر لايك اضغط زر لايك، واللي مو مشترك اشترك معنا في القناه. فاذا يا جماعه نبتدي من اخر مكان وصلنا له على طول. اخر مره وصلنا بالضبط لهذا المبنى. بس يا جماعه قبل ما ابتدي، طبعا هجم علي هذا الكريه، ومثل ما تلاحظون دمجني، فطاقتي شوي نزلت نوعا ما. فالمهم عشان اضبط اموري وارفع طاقتي محتاج ان انا اكل واشرب ايضا في نفس الوقت عشان نقدر نرفع طاقتنا. السؤال اللي طرح نفسه انا عندي هني، ماي اكل شرب، اتوقع انه معي اكل. ولا دقيقه، معي اكل ولا ما معي اكل؟ عندنا هني ماي، خلنا ناخذها. لا دقيقه، سكره، اخذها معاك واشرب لك شويه ماي عشان نقدر نحن نرفع طاقتنا. اتوقع هذا بس الماي راح اكتفي به حاليا، خلها بهالطريقه. وخلنا نحاول اروح اشوف لي اكل. انا معاي اكل ولا ما؟ المفروض ان انا معاي اكل صراحه، واتوقع ان هذا هو. خلنا نشيل هذا وناكل منه. اوكي، طاقتنا بدات ترتفع شوي، بس اتوقع انه يبي لها شوي وقت عشان نقدر نرفعها بشكل كامل. ما عليه، خليها الحين بالطريقه هذه، مو مشكله. المهم طبعا شفت تعليق لي ليش نازله، ما ادري. المهم اربطها على طول. شفت تعليقاتكم يا جماعه، في عرك قال يا سيد موضوع الكراسي، يمديك انك تشيل كراسي لكن محتاج انك تركب مول على اللعبه. فبسالكم سؤال يا اخوان، تبون فعلا نسوي هذا الشيء؟ احاول اركب مول المره الجايه ونشيل الكراسي ونسوي المكان هذا بيت، يعني مثلا نحط سرير وما شابه. اكتبوا لي تحت، راح اشوف تعليقاتكم، باذن الله راح اسوي الشيء اللي تشوفونه مناسب باذن الله. فالمهم بعد ما سوينا الحين هذا الشيء، ايضا في تعليق اخر قال يا سيد، او بعض التعليقات، مو تعليق واحد، قال يا سيد دقيقه، هنا المحرك، مو هنا المحرك. المهم ما علينا، قال يا سيد في المحرك الاصفر اللي تركته جنب المحطه هو اقوى محرك موجود في اللعبه، ويمديك ايضا انك تركبه على السياره حقتك او على الباص. صراحه اشك في موضوع انه يركب على الباص، بس لاحظنا في عرك كيف قال يا سيد ترى هذا اقوى محرك موجود في اللعبه. فلهذا في عرك كيف قال يا سيد ارجع وجيب المحرك. فوالله شكلي، لا دقيقة كيف انزله؟ نزل هذا. فوالله شكلي يا جماعة راح اضطر اني ارجع واشيل واجيب المحرك معاي. بس اتمنى البنزين حقنا ما يخلي. يا عمي اركب وش المشكلة هذه؟ المهم فشكلي راح اضطر يا جماعة اركب الموتر، تمام، ونشغل الموتر على طول، وراح نرجع لنفس المكان اللي جينا منه. علشان شنو؟ علشان نجيب الشيء اللي احنا حابين ان احنا نجيبه، وهو المحرك. بس اتمنى انه ما اختفى، لان الحين ما ادري الحلقه اللي طافت وموضوع المحرك هذا. فخلنا نرجع ونشوف مع بعض موجود في المكان هذاك ولا. راح ارجع لكم اول ما اوصل المكان. اوكي يا جماعه، رجعنا لنفس المكان، والحمد لله ان الاغراض موجوده لحد الحين. اتوقع كل شيء على حطته. خلنا نجي مباشره ونوقف في هذا المكان، تمام. يا اخي رعب، في ارانب كثير في المكان. طفي المحرك وخلنا نفتح الباب ونقوم مباشرة، وخلونا نجيب المحرك. المحرك طبعا في البعض قال يا سيد انه يركب، في البعض قال يا سيد ان هذا اقوى محرك موجود في اللعبة لا تفرط فيه. قليل قليل دقيقة، لا 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 تجي، لا تكفى، لا تجي، تكفى لا تجيني. والله شكله بيجي، والله شكله بيجي. مقدة طاقتي نازلة، يعني قاعد احاول. المشكلة معاي رشاش بس ما قاعد استخدمه. ليش ما قاعد يطلق؟ يا عمي لا دم، انا ايش فيني علقت؟ لا دم الباص حقي يا عمي، موت. ايش عنده مع السياره حقتنا؟ مات اخيرا اخيرا اخيرا. كانه صار شيء هني. تكفى لا تقول الاطار صارت مشكله. المهم ما علينا، خلنا نسوي دقيقه ريلود. حلو، الحين خلونا نشيل هذا، نبتدي شوي نشيل المحرك ونشوف مع بعض اذا ممكن المحرك هذا يركب. مع ان ما اعتقد صراحه، اللي يبين علينا المحرك هذا ما يركب على الـ على الباص يعني. بس بشوف ان شاء الله الحين ايش موضوعه. خلينا نجي على طول نفتحه هني. شنو شنو شنو؟ لا حيجيني، تكفون تكفون. ديسكونكت. اوكي
اوكي فكينا يا عمي. هذا محرك عملاق يا عمي، هذا محرك عملاق. قربه شوي قربه شوي قربه شوي. اوكي خله هني نشوف مع بعض. هذا مستحيل يركب ولا يا عمي؟ زحمة لأن المحرك ثقيل ما يقدر حركة. المحرك حده ثقيل. إنزين الحين هل هذا في أمل نركب؟ خلنا نحاول نشوف. لا منطقيا منطقيا ما يركب. أنا قلتها قبل شوي، منطقيا المحرك هذا ما يركب، لكن راح أشيله معاي. هو يعني باين عليه حق سيارة، اي سياره ما ادري، المهم انه حق سياره وباين عليه جدا جدا قوي. فراح نجيبه الحين ونخليه مباشره عندنا هني، واتمنى انه ما يطيح يعني. مع ان على السواقه حقتي اللي قاعد اسوقها راح يطيح ونص. المهم خلينا نحاول نقرب شوي ونركب المحرك. كيف اركب المحرك؟ اوكي كيف مثل ما شلته يا سيد ركبه. اوكي الحمد لله ان المحرك ركب. خلونا الحين ننزل هذا. بس يا اخي تحكم اللعبه يا جماعه. ايش صار ايش صار ايش صار؟ تحكم اللعبه تعبان. المهم في شيء احتاجه انا، لان الوضع جدا جدا يا جماعه صعب. بس دقيقه، انا اسف على الاصوات. انا اسف على الاصوات يا جماعه. المهم خلينا ناكل بس عشان نرفع الطاقه حقتنا، وخلونا نرجع نركب. اركب الكرسي. اوكي هذا افضل حل ممكن. زين الحين نرجع نشغل الموتر حقنا، نسحب الهاند بريك. في الوقت الحالي راح ارجع مره ثانيه اسوق للجهه الثانيه، وطبعا راح يكون علينا مشوار طويل لاني انا اصلا اضطريت اني انا ارجع. فيعني الله يعين، فراح ارجع الحين مره ثانيه واسوق للامام ونحاول نوصل لابعد مكان ممكن، ونبي نوصل لشيء جديد. بس راح نطول اتوقع لما نوصل لشيء جديد ان شاء الله. جانا الليل واتوقع افضل قرار ممكن اسويه حاليا اني اوقف وانام يا جماعه. اوقف على جنب، طف الموتر، خلونا ننام، نصحى اليوم اللي بعده ونكمل على طول عمليه البحث حقتنا. اليوم لحد الحين طبعا احنا بس رجعنا جبنا المحرك حقنا عشان ما نضيع، والحين راح نكمل. طبعا حاليا اتوقع المكان اللي بدينا فيه هو، بس دقيقه نقوم من الكرسي، انا اعتقد هو ممكن يكون ايوه هناك بالضبط، هذاك المبنى اللي كنا فيه بدايه الحلقه هو نفسه. فرجعنا الحين بالضبط تقريبا لنفس المكان صراحه. دقيقه قبل اي شيء خلنا نروح اشيك على الامور اللي عندنا. اول شيء عندنا الاويل، لا الاويل الووتر. اوكي الماي وضعه جدا ممتاز، خلنا نركب هذا. نروح للي بعده الاويل. الاويل مو هناك، كان في شيء طاح تحت والله. المهم والشيء اللي بعده عندنا البنزين الديزل 10، عندنا 10 لتر نحتاج ان احنا نجمع زياده. بس دقيقه انا طيحت شيء تحت ما ادري شيء مهم ولا لا. يب دقيقه اقدر اسحبه. وفي حل ثاني انك تحرك الموتر. تمام احرك الموتر واشوف وش ده، لان ما ادري صراحه اذا في شيء ولا لا. لازم اكون حذر. الاشياء اللي فيها اشياء خلنا نحاول نحن نجيبها. حلوه الاشياء اللي فيها اشياء، يعني قصدي اي شيء اشوفه داخله غاز، فلازم نحاول ننتبه وما نجيب العيد نحن نضيع اغراضنا. يلا اوكي ونزلني. حتى لو مثلا ما كان في شيء كنت اقدر ان انا استعمله، مثلا لو مثلا لقيت في المستقبل مكان فيه بنزين او شيء نقدر نحن نشيله ونحطه في العلبه هذه. على اي حال خلونا الحين نكمل طريقنا في المشوار الطويل هذا ونروح نبحث عن مكان جديد. طبعا لاحظنا تعليقات كثير قاعد يقول يا سيد حاول تنتبه يمين يسار، ممكن انك تلاقي سفينه، السفينه هذه راح تغير انك تلاقي منها ديزل، فحاول قد ما تقدر انك تركز في الجهات اليمين واليسار. فبحاول ان شاء الله الحين وانا قاعد امشي في الطريق الطويل هذا ننتبه يمين يسار، ممكن ان احنا نلاقي اشياء مثل حتى هاي اللي رحنا لها اللي كانت موجوده هناك اللي هذه لقينا. اوكي لمحنا شيء قدامنا. خلونا يا جماعه نكمل طريقنا ونروح هناك. كأن في كنيسه نفس اللي لقيناها اخر الحلقه اللي طافت، مو متاكد، هنحاول نحن نروح نشوفها. اذا كانت كنيسه في الغالب بنطلع باشياء كثيره. اوكي بس ما ادري اذا لا هذا بيت غير. هذا بيت مختلف. دقايق خلنا ندخل في الرمل نختصر شوي الوضع. الكاميرا اللي برا مشكلتها انه ما تنفع للباص، يعني لو تلاحظون الكاميرا جدا 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 بعيده، فالافضل اني اجي بالطريقه هذه. اوكي شنو البيت؟ اوه
يقولنا هذا المكان حقه، خلنا نصدمه ولا ممكن يدمر السيارة، ما أعرف. دقيقة، أتوقع أن أسهل طريقة ممكن أخلص عليه فيها أني أصدمه. بس يا رب ما جيب. دقيقة، عشان ما تجيب العيد، عشان ما تجيب العيد يا سيد. الحلقة هاي الخامسة، اكتب خمسة، الخامسة قصدي. زين، سيف علشان لو دمرتها لأن أقدر أرجع احتياطا يعني. وينه يا حد البيت في هذا؟ بس خلنا نحاول نحن نروح نصدمه ونشوف مع بعض وش يصير. تعال 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 تعال، خذ لك. مات. اسمع صوت جردان. اي ما مات، ما يأثر فيه. I am just trying to be your friend. Stay still. لا والله يا عمي هذا يخوف. وش اللي كان باك؟ انا مسكر الباب. انت اللي كان باك هير. تعال يا ليل، انا احس اني قاعد اخرب الباص حقي. ما يعدي الرصاص. افتح الباب اللي وراه. دقيقه، افتح يا عمي، افتح الباب اللي وراه. بسرعه 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 بسرعه. لا 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 لا. قاعد يركض. الو، ريلود، ابلع، ريلود، ابلع. اوكي، اشوى، قسم بالله قشعريره يخوف يا اخوان. ما ادري يخوف، المهم انه يخوف. ما ادري انتوا قاعد تحسون نفس احساس حقي، بس انا اخاف منه. المهم اركب. الحين ما استعملت الاسلحه حقتي. تصدقوا والله يبيلي استعمل الماجنوم خلاص. ولا ايش رايكم يا جماعه؟ خلوني، كيف اقدر انزل السلاح؟ نسيت. شكلي عرفت. تاب. دقيقة، تاب، ارمي تحت. اوكي حلو، الحين صار معاي السلاح الرئيسي. خلونا حتى هذا السلاح شكلي بشيله وبرمي تحت، بخليه في رقم واحد افضل. بالطريقة هذه صار في رقم واحد، الحين خله في ايدك. تمام، الشيء اللي بعده خلنا نجيب معانا رصاص. لا، الرصاص لازم رقم اثنين. اوكي حلو، خلاص الحين معانا رصاص، سلاحنا جاهز. كيف اسوي ريلود؟ والله ترى ما ادري. بطريقة حط الطلقات، تعالي رجع داخل. حلو، خاطر اجرب اطلق على شيء بس مو وقته. تمام، خلنا الحين نروح. الباص شغال يا عمي، واضح ان البنزين مجاني، البنزين متوفر في كل مكان يا اخوان. ما انا تارك الباص شغال. المهم خلنا نحاول الحين ارجع داخل. كل شيء مرمي يا الله. اوكي، قبل هاند بريك خلنا نقرب شوي. قاعد اسمع صوت يخوف ترى، او خلنا نقول بالاصح صوت فئران. طف الموتر، افتح الابواب كامل وانزل من السيارة. تمام، اذا يا جماعة في الوقت الحالي احنا لقينا هذا البيت الغريب. اوكي، بيت جدا 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 غريب. اليوم راح نحاول نحن نستكشفه ان شاء الله مع بعض. اوكي، خلنا نشوف الحين وش اللي موجود فيه. اللي اتمناه ان احنا نلاقي بنزين. يا عمي وش الاعشاب هذه؟ شنو؟ ما ادري، كأنهم كراسي بس مو متأكد. ها بعد كرسي. هذا شنو؟ هذا غاز. خلينا نحاول نجيبه ونخليه هني، خلي جنب الباب. اوه، في تابوت. لا تقول البيت ما في شيء. افتح. تابوت فاضي. هذا سرير، خلينا نحركه. اضاءة، صبغ. هني في اويل، اذا حبيت ان اشيل الاويل اقدر اشيل اويل. هني ما في ولا شيء. هذا فاضي بعد. فشكلي بجيب لي اويل بجمعه عندي. هني في هني في عندنا باص صغير. اوكي، في عندنا باص صغير ويبي لي اشيك على السياره. هذا هم في 3 لتر اويل. زين، وهني ما في شيء. بنزين السياره هذه وين؟ بنزين السياره اتوقع بنزين السياره هذه هني. وهاي السياره اصلا من اساس اويل، تشتغل باويل؟ معقوله؟ ما اعتقد، اعتقد مستحيل يعني. وهذا الباص تقريبا متهالك يعني، ما في ولا شيء. صدقون والله ترى البيت فاضي حرفيا، البيت ما في اشياء جدا جدا مهمه. في بس عندنا غاز، راح اجي واشيله واخليه طبعا داخل عندنا اكيد. خلينا نجي ونخلي هذا هني بعد. واي واحد في اويل؟ هذا في اويل. دقيقه، حطه بهالطريقه. هذا وش فيه؟ هذا في ماي. نعبي سيارة، خلينا نحاول نعبي امورنا، نجهزهم من الحين كامل.
باللي نقدر عليه. تمام اوكي، نجيب هذا هني، خلني انط واجيب هذا خليه هني. تمام زين. الديزل بعدين راح نشوف موضوعه. الاويل الاول خلنا نفتحه، في عندنا الووتر خلنا نفتحه، مع ان احنا ما نستهلك ماي بشكل جدا كبير. هذا اويل، وين الماي؟ الماي هذا اتوقع الماي. اوكي احنا ما ترى ما قاعد نستهلك ماي بشكل كبير، ف شيء حلو، شيء حلو ان السياره ما قاعد تستهلك منه ماي كثير. فالماي خلصنا موضوعه، خلنا نجيب الغطا. خذ الغطا حق يا ليل، خذ الغطا حق الماي وسكرني. حلو، باقي عندنا الاويل. الاويل حاليا 7/10، يمدينا ان احنا نعبي زياده. هذا غاز، هذا اويل شوي، خلنا نشيله ونبتدي نحطه هني. وراح اجيب هذه معاي علشان بعبيها شويه زيت بعد. فخلنا الحين نجي وين 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 كان في زيت، وين كان في زيت، وين كان في زيت؟ هني اعتقد هني هذا كان في زيت. دقيقه افتح او اوكي كان مسكر الحين مفتوح. نجيب هذا زين ونعبي هذه حاليا اويل. سهل امورنا بقد ما نقدر. فخلاص فضينا الاويل منها ونشيل هذا. دقيقه سكر علشان يعني احتياطنا لو مثلا طاح ولا شيء ما نجيب العيد. تمام، فبعبي الحين الاويل كامل اللي انا اقدر عليه في السياره. فتعال هني داخل وعبي الاويل. اوكي الاويل حقنا، تصدقون ايش قاعد يصير؟ قاعد تشرب اويل. الله يهديك بهالطريقه انت تعبي. قاعد عبي توني، يا الله كثير من اللي جبته ضاع علينا لاني شربت اويل زين بالغلط. ثواني جيب هذيلا كلهم، خلهم هني، لا يطيحون برا. هذا هم اويل بعد، وهذا بعد اتوقع اويل. المهم اتركهم داخل الحين. خلنا نجيب الاغطيه، وينهم؟ هذا اول غطاء ارفع. يا الله والله بس تحكم اللعبه اللي لكم عليه، ولا ترى اللعبه اسطوريه، اللعبه جدا رهيبه، بس التحكم لكم عليه يا جماعه. في حين عندنا مشكله ولا شيء؟ اطاراتنا كلهم هني تمام، امورهم اوكي، بس اتوقع الاطار هذا منتهي والجنط منتهي اللي عندنا هني. لازم نحاول ندبر امورنا، والجنط هذا بعد منتهي، ما نبي نتورط. فما ادري الباص اطاره كبير، لا اصلا ما في ولا اطار واحد. البيت بشكل عام فاضي ترى، والله ترى البيت بشكل عام فاضي ترى، ما في ولا شيء مفيد يعني حرفيا. اوه اضاءه نايس والله. المهم ما في ولا شيء البيت مفيد ممكن نحن نستفيد منه. فيب خلونا اذا بالطريقه هذه نحرك شوي، نحاول نمشي شوي زياده ونشوف اذا ممكن في الطريق نلاقي شيء مفيد ولا لا. فخلنا نركب. اوكي وسكر كل الابواب واركب السياره، شغل الموتر ويلا على طول حركنا. فيلا حركنا يا جماعه. انا ابي سفينه والله العظيم، ابي سفينه بس مو قادر الاقي السفينة تتكلمون عنها ابدا. المهم خلنا نكمل ونشوف مع بعض وش ممكن يطلع لنا في الطريق. ليش احس المنطقة اللي هناك خضراء؟ ما ادري، اتوقع يمكن منطقة عشبية هناك، مو منطقة مثل هذه صحراء. دقيقة يا جماعة، لمحت شيء، وقف دقيقة. ايوه في عندنا بيت اتوقع يشبه البيت اللي بنينا فيه الحلقة هذه، اعتقد نفس الفكرة. ما لقينا سفينة لكن لقينا هذا المكان، ما لقينا تقريبا مكانين هذه الحلقة، مو شيء سيء. وتقريبا بيجينا الليل، أفضل 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 حل قبل ما أروح هناك. دقيقة وقف الموتر، خلنا ننام مرة واحدة، نصحى اليوم الآخر وناخذ راحتنا يعني، بدل ما نروح بإضاءة شوي سيئة وصعبة. فأوكي خلنا نشوف، طلع معانا النهار على خفيف، شغل الموتر. هناك في شيء، هذيك الصخور وهذا البيت، أعتقد يشبه بالضبط البيت اللي بدينا فيه، بس او لا ما يشبهها بالضبط لاني قاعد اشوف محطة بنزين. اوكي خلنا نروح نقرب ونشوف مع بعض. اوكي في سيارة موجودة فوق، بس ثواني عشان ما اضيع طريقي خلنا اخلي الباص يكون مقابل الجهة اللي راح نكمل فيها طريقنا. يعني احنا في التالي في المستقبل راح نكمل ان شاء الله على الجهة هذه. تمام
اوكي طفي الموتر وخلونا على طول ننزل من الباص حقنا ونفتح الباب. فاذا هذا هو المكان هذا ماي اوه ما ادري هذا بيفيدني ولا لا مو متاكد. ها مطعم اوكي والله مطعم يا جماعه في اشياء تنشرب نقدر نشربهم. هلا يا عمي انقلع بس انقلع بس والله ترى احلى جهاز سلاح قوي جدا طلقه واحده وسلام عليكم. افتح بس اجيب هذا في شيء مهم في اطار هذا شنو هذا يا عمي ابي ديزل احتاج ديزل. اوه هذا بيفيدنا في تنظيف السياره حقتنا في اشياء راح تساعدنا في تنظيف المكان حقنا. ممتاز جماعه هني في شيء في شيء اوكي ما في شيء هني راح نشوف طبعا راح اشوفه ما عليكم راح نفتشه يعني ما راح نطلع من هني الا احنا تقريبا طالعين باهم الاشياء اللي موجوده. وفي عندنا هني هذا الجهه في ما في جنط حق شاحنه والله ما ادري اذا في ولا لا بس اذا في فعليا راح يفيدنا بشكل كبير. يا جماعه ابي ديزل تكفون ديزل ها ديزل لا ما في شيء احتاج ديزل ابي اعبي الخزان. المهم في اشياء راح تفيدنا في تنظيف وتعديل الباص حقنا. هذا شنو؟ هذا غاز قاعد نجمع غاز بشكل كبير. على حال حبايبي انا اتوقع في الوقت الحالي اني راح اوقف هني وخلال ان شاء الله الحلقه الجايه راح نشيل الاشياء اللي موجوده داخل نشتغل على السياره حقتنا ونشوف ايش راح نسوي. زر لايك عشان انزل لكم ان شاء الله الحلقه الجايه في اسرع وقت ممكن. نشوفكم على خير ومع السلامه. اللايك امر مهم طق ولا تهتم انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم يسيطر على امم ماذا جيشنا يا عم والاسياره الصوره تتنقل على كل فم باشتراك تنضم وهذه اسهل وسيله يا قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله يا اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد افرح واقدم لك اشياء اكثر من جديد اما بنشرك تراك تخليني انسان سعيد افرح واقدم لك اشياء اكثر من جديد.